وجه الرئيس السيسي بالإسراع قدما في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات. وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية COP27 في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية. استقبل سامح شكري وزير الخارجية الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، وشدد شكري على أنه لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولي للأطراف المسؤولة عن التنفيذ. وأضاف شكري بأن ذلك يتطلب أيضاً تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، مؤكداً في هذا الشأن على أهمية دعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة. عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة 2022-2023. وأكد دكتور ضحجازي أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات بحيث تشمل على أسئلة اختيار من متعدد وعودة الأسئلة المقالية القصيرة بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضي. أعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 11 إلى 14 من ديسمبر 2022، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء للحفاظ على مصر خالية من المرض. قام وزير النقل الفريق كامل الوزير بجولة تفقدية لميناء الأسكندرية لمتابعة أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر، كما تم متابعة عملية تفريغ الحاويات من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، حيث تتم هذه العملية تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديدة التي تم تعيينهم وتدريبهم خلال الشهور السابقة. تدرس وزارة الدفاع الأمريكية اقتراحاً من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، مما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهوداً حثيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة. وفي ظل استمرار الحرب تحتاج أوكرانيا على نحو متزايد من الأسلحة الأكثر تطوراً، وذلك في الوقت الذي بدأت تتقلص فيه المخزونات العسكرية للولايات المتحدة والحلفاء. عاد المنتخب الكاميروني من التأخر 3-1 إلى التعادل إيجابياً 3-3 أمام منافسه الصربي في مباراة أقيمت بينهما على ملعب الجنوب ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات في كأس العالم 2022. وكانت الكاميرون قد تلقت هزيمة أولى على يد سويسرا 1-0، ما تكرر مع صربيا التي لم تتمكن من الصمود أمام البرازيل لتسقط بهدفين نظيفين. تتواصل جهود وزارة الداخلية للتصدي للجرائم التمويلية بخاصة حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط 73 طن مواد غذائية متنوعة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء، كما تمكنت من ضبط 89 طن مواد غذائية متنوعة. قام المسؤولون عن 3 مخازن لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء.
ونجحت في ضبط 53 طن ونصف طن أرز أبيض ودقيق أبيض وملح طعام تم تجمعها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء بحوزة قائد سيارة ومالك مضرب أرز بدون ترخيص بكفر الشيخ ومالك مضرب أرز بالإسماعيلية، وكذا المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية. وتمكنت من ضبط 67 طن دقيق أبيض قام مالك مخزن بدون الترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. ومع استمرار الحملات الأمنية للتصدي لقضايا حجب السلع عن التداول بالأسواق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 55 طن سكر تموني محظور تداوله خارج منظومة الدعم بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية ومالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية تمهيدا لإعادة بيعها على أنها سكر حر، واستولي بذلك على الدعم المخصص لها. وضبط قرابة 35 طن دقيق بلدي مدعم قام المسؤول عن مخبز بلدي وقائد سيارة بالقليوبية بالاستيلاء عليها ببيعها بالسوق السوداء، واستولي بذلك على الدعم المخصص لها. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 56 طن ونصف طن مواد بناء تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بشمال سيناء والجيزة. وتمكنت من ضبط 58 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالمنوفية وسوهاج. وضبط 33 طن أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بالمنوفية والشرقية وسوهاج. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 7 أطنان مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع ومالك معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بالغربية. ونجحت في ضبط أكثر من 15 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة والمنوفية، وضبط أكثر من 12 طن ونصف أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالغربية والقليوبية.